الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، يلزم له عتمة يشقها علشان يعيش، وما فيش ديابة بتتوجد وسط العمار، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، يلزم له عتمة يشقها علشان يعيش، وما فيش ديابة بتتوجد وسط العمار، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. والمستحيل ملوش نهاية كل شيء، وما فيش حواجز يتقفل فيها الطريق، عمر الامل ما بينغزل بايديك وعاف، عمر الطموح ما يوقفه للكلام هو السلام. السلام عليكم من كومو في ايطاليا، وجبال القلب والمنظر الرائع اللي انتوا شايفينه ده، والبيوت الجميله ديت، وبيت جورج كلوني ورانا اهو، حاجه رائعه يا جماعه. طبعا يعني في المارين اللي احنا ماشيين فيها ديت وجبال القلب، كنت متخيل ان جبال القلب دي في حته بعيده، واحنا بعيد بس حتى مش في وسط عالم ولا ناس ولا الكلام ده كله، بس بجد لو تشوفوا المنظر والبيوت اللي في جبال القلب قد ايه رائعه وجميله، والكلب اللي ماشي حياه كده سهله في اللذيذ. نتكلم في موضوعنا سريعا، وهو مشاكل الاصابات والمشاكل اللي احنا بنمر بيها طول الوقت واحنا مش واخدين بالنا. يعني يحصل لنا مشكله في كتفنا، يحصل مشكله في الركبه، يحصل مشكله في الانكل، في الاكيلس اللي هو الوتر، الاكيلس اللي هو الوتر اللي تحت اللي في الاخر ده، لو انا ماشي بجزمه مش مظبوطه وقمت نازل في بلاعه، حصل كده في الانكل كده جزع بسيط، الحاجات اللي احنا طول الوقت دي بنقع فيها واحنا مش واخدين بالنا وبنعديها، وبعد فتره كبيره هي يعني تخف شويه او تهدى شويه، ما نحسش بالالم، وبعد فتره مثلا بعديها بسنه نلاقي ان حصل نفس الالم، لو جه برد شويه نلاقي ان في الم في نفس المكان. يقول لك هو تقريبا عشان في نفس اليوم ده حصل الجزع ده في الانكل في رجلي، فالسنه اللي بعديها في نفس التايم في نفس الميعاد بيحصل لي نفس الموضوع. دي ملهاش علاقه ولا برد ولا اي حاجه، هي ليها علاقه بتايم انت ما عالجتهاش كويس، ما رحتش لدكتور العظام عشان يشخص الحاله، وبعد كده دكتور العظام يديك العلاج المظبوط ليها، ولو محتاجه فيزيوثيرابي بيقول لك روح للفيزيوثيرابي اللي هو دكتور العلاج الطبيعي، اللي هو بعد كده يعمل لك تأهيل عليها على الاصابه عشان تخف خالص.
وبعد كده عشان ما يبقاش فيه برضو حركة غلط لازم تروح لفيتنس ثيرابي. ايه هو الفيتنس ثيرابي ده؟ الفيتنس ثيرابي هو المؤهل او المدرب اللي هيبدأ يقول لك تمشي ازاي على رجلك، او تحرك كوعك ازاي، او تحرك كتفك ازاي، او تحرك لو في مشكلة في اللور باك في الفقرات القطنية تعمل ايه عشان البداية تكون صح. انت ممكن بعد ما تخلص دكتور العظام وبعد كده تروح لدكتور علاج الطبيعي ويبدأوا يعالجوك، بعد كده انت تتحرك حركة تعمل برضو مشكلة ترجع الإصابة، فلازم تروح للفيتنس ثيرابي اللي هو المؤهل أو المدرب المختص عشان يقول لك نبدأ نعالج الموضوع إزاي. حاول بقدر الإمكان وانت بتتعامل في يومك ما تبقاش عشوائي، يعني ما تقومش من على السرير بسرعة وتنزل أو تقوم عدل على طول وتحمل على اللور باك اللي هي القطنية، تبقى نايم على ظهرك وفجأة تقوم قايم، لا، نام على جنبك وبعدين اقعد وبعدين قوم. وانت بتوطي تجيب حاجة ما توطيش مرة واحدة تجيب الحاجة وتطلع، لازم تنزل كده برجلك وبعدين ترفع الحاجة وتقوم. وانت بتجيب حاجة وانت في عربيتك مثلا او انت في اي حتة وفي حاجة تقيلة ورا، ما تمدش كوعك وتجيب الحاجة عشان كده ما يحصلوش خلع. حاول تتعامل مع نفسك وانت مخلي بالك شوية، لان لما بتحصل اصابة اصابة جامدة غصبا عنك ممكن تطول وتضايقك جدا. رجعنا بقى وعايزين نعرف العلاقة القوية جدا بين الصحة النفسية وبين السنان المسوسة. دكتور محمد ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ماشي يا كابتن، دايما متعلق كده، بحس ان هو مش دكتور، يعني بحس ان هو ايه، فنان ممثل، عارفين الجو اللي هو ده. ايه موضوع لو الواحد سنانه مسوسة ممكن نفسيته تتعب، او لو نفسيته تعبانة سنانه بتسوس؟ هي فعلا يعني هي نفسيتي تبقى تعبانه فجاه الاقي اسناني كلها سوست. بالظبط، هي علاقه فعلا رايحه جايه زي ما بيقولوا. رايحه جايه ازاي؟ بالظبط. لما يبقى واحد عنده ستريس، عنده مشكله كبيره، عنده حزن ما، يعني بعد شر عن الناس كلها طبعا، ده بيؤدي الى ظهور نوع من انواع التسوس اسمه الرامبانت كيرز او الاكيوت كيرز. سوري ان انا بقول مصطلحات. اكيوت كيرز كيرز اللي هو التسوس. اكيوت تسوس حاد. التسوس الحاد ده عباره عن تسوس بيجي في فترة قليلة جدا، يعني ممكن في خلال شهر فترة قليلة جدا، يصيب عدد كتير من الأسنان ويوصل لمرحلة ان هو بيدمر السنان دي. فجأة نلاقي حد عنده مشكلة، ففجأة يجي لي انا يا دكتور في خلال شهر 6-7 سنان سوست، ويبقى باين قوي التسوس، لونه اسود جدا واصلع السنان جدا، بيعمل وجع فظيع جدا، وفترة قصيرة بقى السنان اسودت وسوست وحصل لخبطة كبيرة قوي في وقت قليل جدا. الابحاث كمان لما جيت تفسر النوع ده من انواع التسوس لقوا ملوش سبب محدد، ملوش سبب علمي بيرفكت 100%. فبالتالي هم حددوها او لقوها ليها علاقه دايما بالحاله النفسيه. في علماء قالوا ان ده ليه علاقه ان الحاله النفسيه السيئه، في بعض الناس بتحب تاكل حلويات او شوكولاتات كتير لما يبقى عنده ستريس. هو ده ممكن الرابط الوحيد اللي ممكن يخلي فعلا السنان تسوس، اللي هو يبقى عنده ديبريشن فيعوض الاكتئاب دوت بان هو ياكل حلويات فيحصل الكلام ده. ده تفسير، وهم برضو التفسير ده مش علمي 100%، او الناس ما قالتش ان هو ده السبب الرئيسي لحدوث التسوس ده. طيب العكس ازاي؟ زي ما انا قلت من الاول، ان لو عندي انا تسوس في اسناني، ولو عندي مشكله كبيره في ضرسي مثلا واصل عصب، او عندي تسوس لمس العصب بتاع الضرس، ده يؤدي برضو الى حاله نفسيه سيئه، يؤدي الى مود مش كويس، ستريس، بيؤدي الى ان انا مش عارف اشوف شغلي كويس، مش عارف اتعامل مع الناس المحيطه بيا كويس، مودي مش كويس، فبالتالي بيأثر على تعاملي مع الناس. اذا الحاله النفسيه السيئه تؤدي الى تسوس حاد، تسوس كتير بيحصل فتره زمنيه قليله، والتسوس ووجود تسوس وصل للعصب يؤدي الى حاله نفسيه سيئه. مش كده انا بقولت هي دايما رايحه جايه علاقه، يعني ده يؤثر على ده وكمان ده يؤثر على ده. هو ده التسوس الحاد. عدوى؟ لا، التسوس ما بيعديش، ما بيعديش. مش الناس وبعضها طبعا، يعني جوه بقي انا ممكن انا يبقى عندي ضرس هنا مسوس، فجأة يبقى عندي ضرس الناحية التانية بسبب الضرس ده، يعني ده يبقى ليه علاقة؟ السؤال ده على فكرة تحفة جدا، لأن لحد ده إيه رأيك؟ أنا بحب الأسئلة التحفة. هو قال لك السؤال ده تحفة. لا بجد، ليه بقى؟ ليه بقى كده؟ قلت أقوله. لا بس ده لقيته حلو. الكلام ده الناس بتقوله، يعني عندي ضرس مسوس، فأنا إيه؟ التسوس ده عمل كافيتي، عمل فجوة، فبدأ يدخل أكل، فبدأ يعدي الضرس اللي جنبه. هو بيعدي؟ لا مش بيعدي. انا قصدي كمان مش جنبه قوي، ممكن يبقى في ناحيه ثانيه. لا خالص، قصدي ان ممكن البق او المضغ الاكل من الاكل الناحيه ديت ممكن ياخد من هنا سوسه.
حطها هنا في لا لا مش بكتيريا الانفكشن مش بكتيريا لا خالص. هو التسوس وجوده بيخليه زي ما انت قلت مثلا انا عندي تسوس على الجنب الشمال فده بيخليني اركز في الاكل على الجنب اليمين فيبدا الجنب اليمين يتاثر. اذا حصل تسوس في الجنب اليمين مش عشان هو حصل عدوى عشان انا بطلت اكل على جنب معين وركزت على جنب معين فحصل التسوس في الحته دي. هو ليس عدوى ولكن هو موضوع مرتبط دايما ببعض. كمان لو انا عندي درس تسوس الدرس ده عمل فجوة دي بدأت تدخل في الأكل، الأكل ده بدأ يتحشر فالأكل مع البكتيريا مع اللعاب بدأ يعمل تسوس في الدرس اللي جنبه. مش معنى كده إن هو عادية، معنى كده إن الفجوة دي هي أدت إلى تسوس في الدرس اللي جنبه. التسوس غير معدي ولكن التسوس بينتشر نتيجة إن أنا لخبطت البالانس بتاع ربنا، لخبطت التوازن بتاع ربنا فطريقتي في المضغ اختلفت فحصل تسوسات في حتت مختلفة. هو ده دايما اللي بنقوله إن لو عندي درس واحد مسوس مش هقول إيه؟ طب مش مهم أنا ممكن أخلعه. لأ، ما هو التسوس اللي انت مطنشه ده هيؤدي اساس في الدرس اللي جنبه، هيؤدي ان انت بتركز في جنب تاني، هيؤدي ان يبدا يحصل جيوب في النسا. اذا في الاخر البالانس زي ما قلت اتلخبط ودي المشكله الكبيره بصراحه. يعني لازم الناس يا جماعه نفسيتها تكون زي الفل. اللي نفسيته هتتعب وعنده احتمال يحصل مشكله للسنان او تسوس هتلاقي السنان كلها والدروس كلها ضربت بسبب ان انت نفسيتك تعبانه. حاول بقدر الامكان ان انت تفكه شويه. طب سؤال الأخير قبل ما منهي الفقرة دي عشان أكيد عمر ابني دلوقتي قاعد يتفرج عليا ومأمنني أمانة أسألك سؤال جامد جدا. قال لي يا بابي بعد إذنك، هو بيقول لي يا بابي أنا بعد أزعل أقول يا بابا ياض كده. قال لي أسألي دكتور محمد عماد وأمني هو اللي هي بتاعت يا شمس يا شموسة خدي سنة العروسة وهاتي سنة المؤاخذة الجاموسة هما بيقولوها كده العيال والله. فقعد يقول لي لازم اسألك هي دي بجد ولا اي كلام؟ لا لا اهو يا عم. يا عمر دي حاجة احنا بنقولها عشان نشجع الاطفال الصغيرين ان احنا لو عندنا سنة خلاص هتتشال والسنة الدايمة بتاعتها تطلع. أيوة. تبدأ نعمل له موضوع عشان يبقى فرحان بالقصة دي. واحنا زي ما انت قلت لنا برضو يا شمس يا شموسة دي يعني طول والله من وانا صغير حتى بالزبط. يعني فاهم كنت اعمل كده امسك ولازم ترميها في الشمس ولو بالليل ما ينفعش لازم ابيتها معايا السنه واجي الصبح استنى لما الشمس تطلع واستنى بقى تبقى حاميه قوي وارميها ناحيه الشمس واقول بقى يا شمس يا شمس. دي عادات احنا تورثناها بس احنا اكتشفنا. بص انا احنا كدكاتره اسنان لازم نبقى دارسين سايكاتش ايه عشان الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقه اللي هو الحاله النفسيه والكلام ده لازم اساعد العيان نفسيا انه يطلع من الازمه اللي هو فيه. بالنسبه للاطفال برضو احنا كده بنشتغل على نفسيه الولد او البنت دي ان احنا نبدا نعمل لهم الموضوع ان هو موضوع حكايه قصه لطيفه جدا عندنا سنه قديمه خلاص هتتشال وهتطلع سنه جديده. طبعا احنا مبدعين جدا جمال. انت بتسمع الكلام ده في اي حته في العالم يبسطوا العيال باي شكل دي حقيقه. الواد متعور يبسطوه الواد زعلان يبسطوه يعني ما تلاقيش الكلام ده في اي حته ما تلاقوش في اي حته فعلا حتى الحاجات الصغيره دي احنا اللي بنحتاجها دايما رغم ان انا صورت في حتت كتير قوي في اوروبا وفي كل حته كتير قوي بس انا بالنسبه لي مصر هي ام الدنيا بالنسبه لنا كلنا. بتيجي نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا بيني وبينك وبعدين يلا شكرا جزيلا يا دكتور ان شاء الله قريب نتكلم في كلام جميل ومهم زيك. فاصل ونرجع نكمل كلامنا من فضلكم استنونا. رجعنا بعد الفاصل والجمال والدكتور والدكتور هاني نبيل. دلوقتي ما بقاش في اي مشاكل لاي ست اي حد عنده حاجه صغيرة عايز يكبرها الموضوع بقى سهل جدا وبقى طبيعي جدا يعني بقى حق ان دهون منك فيكي دكتور. صباح الفل ازاي حضرتك؟ حلوه المقدمه دي. ايه رايك؟ ازيك يا اصل دلوقتي بشوف ايه الحمد لله دلوقتي بشوف ايه يا دكتور؟ بشوف واحده مثلا ايه كانت عندها السمانه رجليها رفيعه وبيقولوا معرقبه وشكل رجليها ده مش حلو. طبعا الستات المصريه مشهورين بالرجل اللي هي ايه الحلوه اللي نازله كده شكلها صبد وشكلها يعني واخد كيرف بشكل معين ده حقيقي. والناس اللي ما عندهمش الشكل ده بقوا مزعوجين جدا ومتضايقين جدا ده حقيقي. فبقى ليها حل كل عجل ليها حل الهيب اللي هو الهانش الزياده ونحط في الفاضي ده سهل جدا شفتي بقى عشان انا طيب حل الدهون دي بعيد قوي ده حقيقي. السعي ورا الجمال والسعي ورا ان احنا يبقى شكلنا حلو شكلنا راضيين عنه بدون ما يبقى فيها افتعال احنا مش عايزين الافتعال دايما بالنادي بعدم الافتعال عدم تفكير في ان احنا نبقى شبه حد. كل ست جميلة في حد ذاتها كل ست رائعة في حد ذاتها رتوش بسيطة هنقدر بيها نوصلها لمرحلة اجمل مش اجمل من ست تانية اجمل هي تكون اجمل من نفسها
لما تتجمل. طيب حقن الدهون دي تقنية موجودة معانا بقالها سنين. اه ده موضوع مهم جدا يا دكتور، الناس لازم تركز معانا، موضوع حقن الدهون ايه نفعه وايه اضراره؟ ايه اضراره؟ اكيد في اضرار يعني. بالظبط. مش طيب. عشان الدهون من جسم الانسان يبقى ملوش اضرار يعني. لا هو مش هنقدر نقول اضرار، لكن دي بعض العيوب بنعتمد فيه على نقل خلايا دهنيه من مكان في الجسم متمركزه فيه الخلايا دي بشكل مش عايزينه لمكان اضعف. الاشهر كان الوجه، يعني حد خس قوي واحنا عايزين ناخد بعض الدهون من بطنه من اجناب البطن لاف هاندلز، نشفطها ببنج موضعي بآلات محدده، ودي اللي طرق عليها كثير من التقدم. الآلات اختلفت خالص، شكلها بقى أحسن، أدائها بقى أحسن، نتائجنا بقت أكثر طبيعية. يعني اللي بشوف اللي حقن الدهون من 10 سنين في وشها كان لما تبص لوشها تحس هو في حاجة غلط، في تنفيخ، في تنفيخة شكلها مش طبيعي، تحس إن في حاجة منفخة كده طول الوقت، لأن آلات الحقن كانت بتحقن كميات كبيرة من الدهون مش بتحط مع العظم وبتحط مع العضلة، الدنيا اختلفت. طيب وصلنا للنقطه دي، نجيب الدهون ازاي ببنج موضعي بالكامل؟ من الجسم، من الجسم، نختار منطقه نشفط منها 20 30 50 سنتي. اشهر مكان لحقن الدهون كان ولا زال هو ان احنا نملى بيه الوش. ناس ضعفت، ناس خست، ناس تعرضت لظروف مرضيه، ظروف حياتيه، حد عنده حاله وفاه فتاثر فخس فتضايق فوشه بدا يبقى مش ماشي مع جسمه في جلد الوش، ودي اصعب حاجه. بالظبط. يبقى الواحد شكله يبقى واحد سنا صغير جدا، ولما يخس او يحصل اي ظروف بيمر بيها زي بالزبط. ما الدكتور هاني قال بيحصل ان الوش كله بيحصل تجاعيد، يدي سن شكل الارهاق بالزبط. وسن اكبر من بالزبط. سننا يبقى سنه 25 سنه ويدي 45 سنه. بالظبط. نشفط الدهون، وان كان 45 سنه دي حاجه مش وحشه صح؟ لا دي حاجه فل. دكتور هاني عنده 45 سنه. 45 سنه اصل انت رحت منشن، ما شاء الله يعني، رحت منشن الله أكبر. على يعني السن. بص يا دكتور يعني ما شاء الله 20 سنه شقه. طيب بناخد الدهون ببنج موضعي بالكامل بآلات محدده بسرنجات معينه نحتفظ بيها. في طريقتين للتعامل مع الدهون، يا اما نحطها في جهاز فصل للدهون عن الميه، ودي انا اعتقد ان انا مش احسن، لانها عنيفه شويه فممكن تؤثر على هذه الخلايا في الفيابيلتي بتاعتها، الخلايا ما تبقاش عايشه بعد كده. انا بحب اسيبها لنص ساعه ساعه تصفي الميه اللي فيها خالص، وناخد هذه الدهون الصفراء الجاهزه تماما بدون ولا نقطه ميه، ونحطها في سرنجات صغيره قوي، ونركب عليها انابيب رفيعه قوي 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 او كانيولات اشبه بالكانيول اللي بتركب في الايد بس هي متل، ومن فتحه صغيره قوي نبتدي نمشي في خطوط تحت الجلد بدون ما تصدق انت خفت صح؟ انا خفت. حاجه تخش تحت وشي؟ لا انت مش حاسس بحاجه خالص، حضرتك ماسك مرايه قاعد معانا ومعانا جهاز الكمبيوتر اللي احنا قلنا عليه، انت شفت الصوره اللي انت وافقت عليها بالمرايه، حضرتك بتتابع معانا واحنا بنعمل لك وبتضحك وبتبتسم بدون اي الم. ليه؟ بنستخدم بنج موضعي في البشره على الجلد، بنحط كريم وبعدين بإبر صغيرة قوي تكاد تكون مش محسوسة خالص، نحقن بنج موضعي تحت الجلد. يحافظ على ده ازاي؟ هقولك ده المهم. طبعا في عوامل كتير، السن، الطريقة اللي بنحقن بيها، الليفل أو البلين اللي بنحقن فيه تحت الجلد، خبرة الجراح مهمة قوي. الأهم إن احنا عارفين إن في 20-30% من الدهون اللي حطناها دي الجسم هيمتصه، مش هيعيش معانا أكتر من أسبوع 10 أيام. فاحنا بنحقن بزياده شويه، بعض الحالات كل 10-15 حاله ممكن يحصل بعض التورم او الزرقات. هو ده اللي انا عايز اقوله بقى، ايه الاضرار يا دكتور؟ دي العيوب. العيوب ولا الاضرار؟ لا اضرار معنى كده ان احنا ضرينا حد. التجميل ليس بمضر. ده بيرجع مثلا جلد حساس، طبيعه البشره، طبيعه البشره، لو العيانه ممكن ما تقبلش. لا مش هتقبل، ممكن الشكه، ممكن الشكه تيجي في وريد، وريد بالظبط، فتعمل شويه ورم وزرقان. هيقعد معانا من 3-7 ايام وهينتهي تماما. طب لو ما عندهاش دهون نجيب هي دي بقى واحد في المليون في مصر ان احنا نقابل عيانه ما عندهاش ولا 20 سم دهون، يعني دي لو مش موجوده الدهون ما خلاص ما بقت حلوه. انا قصدي دلوقتي بنلجأ لجل معين بيقعد من 3-5 سنين، ده البديل الثاني. البديل الاول الدهون، لو مفيش 1000 سم دهون مفيش حد مفيهوش 1000 سم دهون، مفيش، شفتها في حياتي يمكن مره او اتنين في خلال 20 سنه شغل في طب التجميل. اضرار الجل بقى يعني التهابات طبعا، ده جسم غريب ممكن يحصل ينتج عنه التهاب. نقدر بقى بعد ما بنحقن الفاز ده نقدر نشكله بقى يعني؟ طبعا، ما هو احنا بنحقن هنا، بنحقن هنا، بنعمل شيك بوز، بنحقن فوق العظمه دي، بيحصل بنحقن في الخطوط، شيب للوش رهيب، شيب رائع. الفوتوشوب يا جماعه ما بقاش بس على الورق بالزبط. ولا على البني ادمين ولا على الكلام ده كله، بقى على الجثه.
على الـ على الـ على البني ادم وده والله ربنا يستر علينا وربنا يستر علينا من التكنولوجي اللي جايه. يا ترى اللي جاي مش ايه عارفين بعد يعني اللي جاي سنة بعد كده ايه الاجيال جراحين التجميل اللي هيجوا بعد 40 و50 سنه هيبقى بيقولوا على احنا بنعمله ايه تخلف يعني غالبا انا متخيل الدنيا مختلفه خالص اللي احنا ممكن يا دكتور مثلا ايه يعني الموضوع هيبقى بعد كده بعد كده تقريبا حاسس والله اعلم اللي مش هيبقى فيه جيمات ولا رياضه ولا اي حاجه الواحد يروح للدكتور بعد كده ويعمل كده ويعمل ايه يركب شويه بايسبس ترايسبس عضلات يعمل عضلات ممكن ده تركيب بقى تركيب ده تركيب تركيب خلايا جزيئيه يخش اوضه يتظبط وهي برده نفس القصه عايزه تعمل الشيب اللي عايزاه بيانسي شاكيرا ام احمد اي حد بس في وقت ما يطلع عايزه تعمل ايه بتروح تعمل اللي هي عايزاه ربنا يستر علينا يا جماعه الكلام ده يا ترى هيكون صح بعد كده في مراحل متقدمه من السن ولا ممكن بعد الشر يكون غلط ويسبب امراض ومع الدكتور هاني اللي قاله لو اتعملت الحاجه صح ان شاء الله مش هيبقاش في مشاكل والحاجات اللي مستحدثه في التجميل هو ما بتنزلش بشكل ان احنا نستخدمها في عيادتنا الا بعد موافقات هيئات رقابيه عاليه زي الاف دي اي والسي مارك لان ما بنجربش في الناس يا نو اهم انا عارف بصراحه يعني. مش انا كهاني هو اطباء التجميل ما يقدرش النهارده اخترع فكره واروح اشتغل بيها وتعمم في العيادات بدون 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 اجراء عليها تجارب وريسيرش ودراسات تقول انها مش مضره على اللونج ران. دكتور شكرا جزيلا واشوفك ان شاء الله قريب ان شاء الله كلام مهم جدا ونجيب كل جدا حاجه جديده للناس عشان نشوف حبيب. اخر صيحه التجميل للانثى للرجاله برضه والذكور شكرا جزيلا يا حبيبي خلاص مع دكتور هاني نروح فاصل ونرجع نكمل مواضيعنا من فضلك استنى رجعنا لأهم فقرة وهي الاكسرسايز كل الناس تبقى قاعدة في البيت مستنية الفقرة دي عشان تمشي مع التمارين عشان يوصلوا للنتيجة اللي هم عايزينها احنا عملنا كل عضلات الجسم للناس البيجنر للناس اللي لسه مبتدئة عملنا أوزان صغيرة وعملنا التمارين كانت أخف شوية حتى الوزن ما كناش بنعليه في المرحلة اللي هي في النص في مرحلة البيجنر دي اللي هم المبتدئين في النص خلينا ديت مرحلة تانية خالص والنهارده هنبدا البايسبس وهنبدا نعمله بشكل مختلف تماما يعني هنعلي الوزن شويه هنخلي الطريقه هرميه يعني هطلع بوزن بعدين اعلى بوزن اكتر شويه واقلل في العدد وبعد كده انزل تاني بطريقه هرميه وفي النص هبدا اعمل تمارين زي البوش اب يعني الضغط زي الابس زي اللور باك شويه تمارين هنبدا نعملها في النص بين مجموعه والمجموعه يلا مع الكابتن احمد عبد الحميد نشوف تمرينه هتبقى عامله ازاي يلا بينا جينا مع احمد وتمرين البايسبس للادفانس ايه الفرق بين البيجنر والادفانس احنا قلنا البيجنر هم الناس لسه مبتدئه فبنعمل التمرينه بشكل شويه مختلف الادفانس بيبقى خلاص عدى المرحله دي فبتبقى مرحله متقدمه شويه من التمرين الوزن فيها بيعلى والحركه فيها بتختلف شويه دي اول تمرينه في الادفانس احنا بنعمل وان سنجل او وان ارم اللي هي التبادل يعني اللي بنطلع بدمبلز وبننزل بالتاني وفي مسافه بين الحركه والتانيه الدراع والتاني يعني انا نازل واول ما بنزل وبفرد تحت ببدا اطلع بالدراع التاني والشكل ده هنعمله فور سات اربع مجموعات كل مجموعه على حسب احنا عايزين نعمل ايه بقى عايزين نضخم نعمل فوليوم يبقى هتبقى من 8 ل 10 عدات لو احنا عايزين نعمل ديفينيشن ويبقى الدراع شكله حلو ومشدود هعلى شويه هتبقى من 10 ل 12 بس نحاول بقدر الامكان نخلي الوزن ثابت وزن ثابت اعلى شويه من اللي احنا بدانا فيه في البيجنر يعني هناخد يا احمد الحركه الثانيه ودي عايزين نعمل بين كل مجموعه هنعمل 30 ثانيه راحه مهمه جدا عشان نقدر نرجع بنفس الكفاءه بتاعه المجموعه الاولى احمد ناخد الاثنين ده احنا ممكن نعمله بالبار نفس الحركه دي اللي هي اللي بتطلع بالاثنين مع بعض اللي هو الدبل ممكن نعملها بباربل وممكن نعملها بالدمبلز دي الحركه الثانيه وهتبقى بنزل ما بعملش لوك يعني ما بفردش كوعي للاخر ودي برضو هتبقى اربع مجموعات كل مجموعه من 10 ل 12 عده او من 8 ل 10 عدات ناخد الشيب الثالث يا احمد بننزل نعمل برضو وان ارم ستاتيك على الركبه الجسم زي ما انتم شايفين اهم حاجه يا جماعه البوزيشن وضعي وانا بعمل التمرينه عشان ما يحصلش اصابه
طول ما انا ظابط جسمي، طول ما انا بعمل الحركه سليمه جدا، العضله تستفاد ومش هيحصل اي اصابه بعد الشهر. ده التمرين الثالث، وبرده هنعمله 4 مجموعات، كل مجموعه 8 ل 10 او من 10 ل 12 حسب ما احنا عايزين نوصل ليه. ناخد اخر شكل في البايسبس، هنزل ظهري هيبقى مستقيم زي ما احنا شايفين، بطني ركبه سنه صغيره، بامن اللور باك، بامن اللي هي الفقرات القطنيه عشان ما اعملش التمرين واسيب ظهري يحصل بعد الشهر اصابه. بطلع بالاثنين وانزل، ما بعملش لوك، بنزل سنة صغيرة سيمي لوك واطلع ما اقفلش كوعي للآخر. 4 مجموعات، كل مجموعة من 8 ل 10 أو من 10 ل 12 على حسب ما أنا عايز أوصل ليه. أحمد شكراً جزيلاً، تعبناك النهاردة معانا. خلصنا التمارين، خلصت الحلقة، شفت التمارين بسيطة جداً نقدر نعملها في البيت، يعني مفيش حجة، بنقدر نطلع تدريجي، بنعلى بالوزن، بنعمل التمرين هرمية عشان كل ما بنشكل في التمرين ونعلي في الأوزان ونعلي في العدد وننزل بالعدد بنوصل لنتيجة سريعة، وبنخلي دايماً العضلة حاسة إن في حاجة جديدة تحصل لها فبسرعة تتغير. شفنا النهاردة كل الفقرات بتاعة الحلقة، يا رب تكون قدرنا نمسككوا، يا رب تكون قدرنا نسعدكوا. استنونا إن شاء الله الحلقة الجاية، عندنا حاجات حلوة جداً وجامدة جداً. السلام عليكم.